إيه. سنسأل السيد برزاني الآن للحصول على الترجمة. يعني كردستان العراق أضحت في وضع حرج لأنه طهران وحكومة بغداد ترسل المساعدات العسكرية لنظام الأسد في قتاله مع المعارضة السورية، وهناك تقارير صحفية تقول أن الحدود الكردستانية العراقية استخدمت لهذا الغرض. لماذا قبلتم بذلك؟ أولا، الحدود بين أقليم كردستان وسوريا هي فقط حوالي 20 كيلومتر، بينما الحدود مع بقية مناطق العراق هي بحدود 600 كيلومتر. أنا أجزم أن ولا خرطوشة واحدة لم تعبر من حدود الأقليم مع سوريا إلى سوريا. أبدا أبدا. ما هو موقف الأكراد فيما يجري، حيال ما يجري في سوريا؟ أكراد كردستان. أولا، يجب أن نعلم بأن الكرد في سوريا كانوا محرومين من حتى المواطنة، من حق المواطنة، ولا يزالون، وعانوا الكثير. طبعا ما يحدث في سوريا الآن هي مأساة إنسانية بكل معنى الكلمة. الكرد أيضا يتحملون الكثير من هذه المعاناة. لدينا الآن 250,000 لاجئ في كردستان من أكراد سوريا، وفيهم من قوميات أخرى أيضا، لكن الأكثرية ساحقة هم من الكرد. نحن ننظر إلى الوضع في سوريا لأنه تعقد كثيرا، وأنه أصبح مصدر قلق وتهديد للمنطقة برمتها، وأصبح له بعد أقليمي ودولي. والأهم من كل ذلك، أصبح مرتع لتوافد الكثير من الإرهابيين من مختلف أنحاء العالم. الآن الحدود الغربية للعراق والحدود الشرقية لسوريا أصبحت تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية. نحن نأمل أن يؤدي اجتماع جنيف 2 إلى حل سياسي. نعتقد أنه ليس هناك حل عسكري، يجب أن يكون هناك حل سياسي، ويجب أن توفر الفرصة للشعب السوري لكي يقرر مصيره بنفسه. نعم. الأكراد هم الحلقة الأضعف في سوريا لأنهم أقلية وهم يعانون منذ 40 عاما في ظل أنظمة الأسد الأب والأسد الابن. هل ستدعمون كيانا مستقلا أو حكما ذاتيا للكرد في سوريا؟ أي قرار يتخذه الكرد بالإجماع ويكون هناك توافق كردي سوف ندعم قرارهم.